اليوم السابع ركزت على تحديد وزارة الصحة استراتيجية للقضاء نهائيا على سماسرة بيع الأعضاء البشرية. تاني هنرجع لموضوع بيع الأعضاء البشرية، الموضوع ده خطر جدا يا جماعة. الصحة بتحدد 5 معايير طبية للقضاء على سماسرة الأعضاء البشرية من خلال وجود لجنة نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتخصيص مستشفيات وبنوك لحفظها ومنع السمسرة فيها. الحقيقة هذا الموضوع في غاية الأهمية، لكن تفاصيل أكثر تقروها بكرة على الجريدة. وهل بقى فعلا هيتم تقنين هذا الموضوع؟ لأن كان في الحقيقة بعض الأطباء خاصة أطباء العيون بيروا أن زراعة القرنية وفي من خلال اللي هي نقل الأعضاء البشرية في غاية الأهمية، وأنها بتحمي المريض من الإصابة بالعمى. يعني لو واحد ممكن ان هو بيكون اعمى، ممكن جدا من خلال زراعه القرنيه ان يرجع ويشوف. فهم بيطالبوا بتقنين هذا الموضوع علشان يتم نقل الاعضاء بصوره تكون تحت القانون، يعني ما يتمش المساءله القضائيه عليها.